صلى الله عليه وسلم مدام المسلمين ما غضبت. كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم يخرج عبر شاشة قناة الموريتانية ليلة الجمعة معلنا توبته من الذنب العظيم الذي اقترف سنة 2014، ويقول في خرجته إن الشارع الموريتاني استغل من طرف جهات معينة حركته ضده من أجل وصول المآرب ذانية. قدود قائل هذا المرشد، قدود التنظيم السري، قدود أي رواية من رواياتهم كاملة اللي تتكلموا عنها دائما. استغلوا هذه 5 سنوات من السيطرة على عقول الناس وإخفاء الحقيقة عنهم. عموما أنا باقي من جديد نجدد التوبة اليوم بتاريخ 11/7/2019. الخرجة تأتي بعد أيام من لقاء الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز 40 شخصية من قادة وأعضاء الهيئات الإسلامية للتشاور في ملف كاتب المقال المسيء، وهو أمر رأى فيه الموريتانيون مقدمة لإطلاق سراح المخيطير. ردود الفعل جاءت سريعة، حيث خرج المئات بعد صلاة الجمعة منددين بإطلاق سراح المسيء ومعتبرين خروجه عبر التلفزيون الرسمي استهتارا بمشاعر الأمة. بدوره وصف منتدى العلماء والأئمة لنصرة نبي الأمة، وصفه المخيطير بالزنديق، ورأى في بيان أصدره بالمناسبة أن عدم إقامة الحد عليه من قبل الجهات المختصة يخشى في ظله أن يدفع بمشاعر البعض إلى القيام بذلك بأنفسهم. إمام جامع أسامة بن زيد دعا في خطبة الجمعة إلى حماية الدين والذب عنه. ولا يقبل أن يعبد بها العابثون، ولا أن يستهزئ بها المستهزئون. المجتمع المسلم في بلاد المسلمين يحمي له الإسلام دينه، ويحمي له خصوصيته، كما تحمي كل المجتمعات خصوصيتها، وكما تحمي كل المجتمعات مقدساتها. وانتشرت كتائب ودوريات من مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في الساعات الأولى من يوم الجمعة تحسبا لأي ردة فعل على ظهور كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، والمطالبة بإعدامه من خلال المظاهرات التي تنظم عادة بعد صلاة الجمعة في العاصمة نواكشوط والداخل الموريتاني.